الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، هذا الفيديو غادي نديرو تصحيح ديال التمرين 3 متعلق بالمتتاليات. هنايا من امتحان جهوي لشهادة البكالوريوس دور 2019، عندنا بين متتالية حسابية حدها الأول إي واحد أساسها إر، حيث إي اتنين كتساوي تلاتة و إي تلاتة كتساوي عشرة. تحقق أن إر كتساوي سبعة احسب إي واحد، هذه تسيرات الحد بي إن بدالة العدد الصحيح الطبيعي احسب إي عشرة، ثم احسب المجموع إس إن إي واحد تال إي عشرة. هنايا نحقق أن إر كتساوي سبعة. لدينا إي إن متتالية حسابية أساسها إر، هنا كل متتالية حسابية هي كتكتب على شكل اي ان زائد واحد كتساوي اي ان زائد ار. دابا الى عوضنا هنا كنعرفوا ان اي اثنان فهي كتساوي ثلاثة و اي ثلاثة كتساوي عشرة. اذا الى عوضنا ان باثنان ان غتعطينا هي اي اثنان زائد واحد تساوي ان غتولي هي اي اثنان زائد ار. اي اثنان زائد واحد هي اي ثلاثة تساوي اي اثنان زائد ار. هنا كنعرفوا اي ثلاثة هي عشرة تساوي هي اثنان شحال هي ثلاثة زائد ا، يعني ان ثلاثة نحو الطرف الاخر يرول على اشارة هي ثلاثة ناقص ار. اذا عشرة ناقص ثلاثة هي سبعة كتساوي ار، اذا ار في الحالة فهي كتساوي سبعة. سؤال ثاني لنحسب اي واحد، اذا مطلوب منا نحسبو اي واحد. باش نحسبو اي واحد يكفي نطبقو هاد العلاقة، عندنا اي ان زائد واحد كتساوي ان زائد ار، ار شحال لقينا فيه هي سبعة، وعندنا اي اثنان كتساوي شحال، اي اثنان كتساوي ثلاثة. اذا الى عوضنا ان بواحد شنو غتعطينا، اذا اي ان هي واحد زائد واحد تساوي اي واحد زائد ار، اذا غتعطينا هي اي اثنان تساوي اي واحد زائد ار. مطلوب نحسبو اي واحد، اذا اي اثنان نجيبو هذا ار للطرف الاخر نغيرو ليه الاشارة، تساوي اي واحد. شحال كتساوي اي اثنان كتساوي ثلاثة، شحال كتساوي ار هي سبعة تساوي اي واحد، ثلاثة ناقص سبعة هي ناقص أربعة تساوي اي واحد. إذا الحد الأول فهو كيساوي اي واحد. ثم المطلوب منا نحدد صيغة ان بدلالة العدد الطبيعي ان. إذا السؤال ثلاثة، نحدد صيغة الحد ان. إذا لدينا ان شنو كتساوي، إذا غتساوي الحد الأول اللي هو واحد زائد صفة عامة، عندنا ان تساوي مثلا عندنا خدينا الحد الأول اي زيرو كتزايد ان ناقص زيرو و ار، إذا غتساوينا اي زيرو زائد ان ار. هنا شنو غيعطينا بي ان، بما ان اي زيرو ما عندناش يعني الحد ديالها فهو اي واحد، إذا كتساوي اي واحد زائد ان ناقص واحد و ار. اي واحد شحال كتساوي، حسبناها هي ناقص أربعة زائد ان ناقص واحد ضارب ار اللي هو سبعة، تعطينا ناقص أربعة زائد ان سبعة هي سبعة ان ناقص سبعة في واحد هي ناقص سبعة، ناقص أربعة ناقص سبعة زائد سبعة ان، ناقص أربعة زائد ناقص سبعة ناقص 11 زائد سبعة ان، إذا ان كتساوي سبعة ان ناقص 11. إذا هذه هي الصيغة ديال الدالة ان. ثم عندنا السؤال الرابع، إلا خدينا السؤال الرابع واحسب اي عشرة. إذا غادي مباشرة الرابع لنحسب، إذا المطلوب لنحسب اي عشرة. إذا لدينا عندنا اي ان تساوي سبعة ان ناقص عشرة، إذا عشرة ناقص 11 عفوا، إذا نعوض ان بعشرة شنو عندنا، اي عشرة تساوي سبعة ضارب عشرة ناقص 11 تساوي سبعون ناقص 11 تساوي تسعة وخمسون، إذا اي عشرة تساوي تسعة وخمسون. ثم السؤال دا المطلوب احسب المجموع اس، حيث اس كتساوي واحد زائد اثنان زائد زائد اي عشرة، إذا شنو غتعطينا، اس تساوي اي واحد زائد اي عشرة. عندنا الحد الأول اي واحد كتساوي شحال لقينا فيها، ناقص أربعة، و اي عشرة الحد الآخر كتساوي تسعة وخمسون، و ان في هاد الحالة كتساوي عشرة، إذا آخر حد عندنا ان كتساوي عشرة. عندنا اس، إذا الصيغة اللي عندنا هي ان على اثنان بين قوسين الحد الأول اللي هو اي واحد زائد الحد الآخر اللي هو عشرة تساوي ان فهي عشرة على اثنان، إلى عندنا عشرة ديال الحدود. اي واحد شحال كتساوي، ناقص أربعة زائد اي عشرة اللي هي تسعة وخمسون تساوي، لا شحال تساوي عندنا في الحالة،
إذا 10 على 5 هي 5 ضارب ناقص 4 زائد 59 هي 55، إذا تساوي 5 في 5 هي 25، 25 زائد 2 هي 5 هي 27، إذا إس كتساوي 275. بعد نكون سلمنا التصحيح ديال هذا التمرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.